صابر عليكم. اليوم باش نحكي لكم على الرئيس توماس سانكارا اللي حكم بوركينا فاسو 4 سنين من عام 83 حتى العام 1987، واللي خليني نحكي عليه هي المرحلة اللي تعيشها بلادنا والكلام اللي تحكي على مقاومة الفساد والإصلاح في جميع المجالات. الراجل هذا عمل حاجات يمكن احنا نقعد سنين ما نعملوهمش. أول حاجة عملها كي شد الحكم بدل اسم البلاد من فولتا العليا لبوركينا فاسو أرض الرجال النزهاء. كانت مشكلته في الدنيا الإمبريالية، أول ما وصل للسلطة طيح الشهري الكل وباع الكراهب المستوردة وبدلها برينو 5 اللي هي وقتها أرخص كرهبة في بوركينا فاسو. نحى وحدات التكييف للبيروات متاع المسؤولين، شهريته طيحها ل 450 دولار. وأهم حاجة عمل قانون يمنع استيراد أي حاجة تتاكل من برا، موت بالجوع وما تاكلش مستورد. فك الأراضي اللي كانوا عند اللي لبس بيهم واللي خذاوهم في عمليات فساد وفرقها على الفلاحين الصغار. بعد 4 سنين بوركينا فاسو عملت اكتفاء ذاتي من القمح ووصلت حملت حتى فائض. المسؤولين متاع الدولة وقت يسافروا فرض عليهم يسافروا مع الناس العاديين مش لازم الفيرست كلاس، وقال لهم أنت تجلس في الدرجة الأولى لمجرد أنك ستحصل على كوب شمبانيا، إذن فلتجلس مع الشعب. منع استيراد الملابس الأجنبية وفرض على السكان يلبسوا اللي يتخايط عندهم. أول محكمة الهاب الصحة ولقح الزوز ملايين ونص مليون مواطن للي خلى منظمة الصحة العالمية شكرته. هذا الكل عمله بدون مساعدة، كان مهتم بالبيئة وزرع 10 ملايين شجرة لمكافحة التصحر وبنى 7000 قرية و700 كيلومتر من السكك الحديدية. في 4 سنين طلع نسبة المتعلمين من 50% إلى 90%. توماس سانكارا يحكي على حقوق المرأة في الثمانينات، يقول بلاش مرأة ما تنجمش تنجح الثورة، وقال في خطاب في وسط المدينة إن الثورة وتحرر المرأة يسيراني معا، إن النساء نصف السماء. توماس سانكارا هو اللي كتب النشيد الرسمي وصمم العلم متاع البلاد، وكان يقول على فرنسا أنها لم تفهم إفريقيا بأكملها وحان الوقت لتفهمها. توماس سانكارا قتل صديقه الخائن متفق مع المخابرات الفرنسية 12 مسلح قطعوه تروف تروف ورماوه في أحد المقابر. صاحبه هذا حكم بوركينا فاسو من 1987 ل 2014 وترك البلاد رهينة وجاهلة وجائعة. قتلوه خاطر خافوا من فكره المستقل وخاطره مش مستحق لحتى بلاد أخرى وما تحلم بحتى راجل ويكون الحلم البوركينا فاسو كما كان في وقته هو. ساعات المشكلة تكمن في اللي دايرين بيك ويكونوا أخطر من القوى الخارجية، خاطر ما تنسيش الضربة تجيك منهم. توماس سانكارا ما يتنسيش ونحن زادة ما ننساوهوش، وخاصة في مرحلة الإصلاح ردوا بالنا من اللي قاعدين نستشيروا فيهم. هذا هو صابر العود.